طبعا ضمن الجهود وأيضا المبادرات الملكية التي تقوم فيها جلالة الملكة رانيا لدعم السيدة الأردنية في كافة المحافظات وفي كافة المبادرات، اليوم راح تكون معنا جمعية سيدات عجلون ممثلة برئيستها السيدة نادية الربضي، وأيضا راح تكون معنا رئيسة جمعية فاطمة الزهراء التعاونية في عجلون أيضا السيدة، راح تكون معنا السيدة غادة القضاء. يسعد صباحكم ستي. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، نورتونا والحمد لله على السلامة. الله يسلمكم وخلي عمرك وخلي صحتك. بداية نبدأ معك ست نادية، تشرحي لنا أكثر عن جمعية سيدات عجلون، متى تأسست والهدف منها؟ نعم، جمعية سيدات عجلون هي جمعية تأسست عام 1982 تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية. كان عدد الهيئة، أعضاء الهيئة الإدارية عندي 7 وفي 2 احتياط، والهيئة العامة عندي 30 عضوة. جميل. وفي كمان عندي أهداف للجمعية، وعندي أهداف الجمعية هي المساواة بين الجنسين، مشاركة المرأة وتمكين المرأة اقتصاديا اجتماعيا سياسيا، وكمان احنا بنعمل على تشبيك الجمعية فيه مع المنظمات المجتمع المحلية والدولية. نعم جميل جدا. المؤسسة بتعمل مع الجمعية، بتعمل مع مؤسسة نهر الأردن على برنامج جديد اسمه المحافظة الإقراضية. نعم. نتحدث أكثر عن هذا البرنامج. بالضبط، جمعية سيدات عجلون حصلت على محفظة إقراضية عن طريق الديوان الملكي من مؤسسة نهر الأردن. نعم. وهذه المحفظة كانت قيمتها 59,500 دينار، وهي عبارة عن محفظة إقراضية كانت هي خصصت لأشخاص المعونة الوطنية اللي بياخذوا من المعونة الوطنية. جميل. طبعا بعد المسح الجغرافي لمنطقة عجلون على أساس نشوف مين ممكن نعطي هاي العائلات هاي، وجدنا انه ولا حدا استجاب من تبعين المعونة. ليش؟ لانهم بياخذوا فلوس بيقول لك انا شو بضمني اني مشروع يمشي. نعم. اتجهوا انه للأسر المحتاجة، الأسر الفقيرة، وبلشنا نبحث عن مشاريع ثانية غير المعونة الوطنية، وتوصلنا احنا تقريبا الى 25 مشروع عن طريق المحفظة الإقراضية، وانا منحت 25 مشروع من محافظة عجلون، مش داخل عجلون، محافظة عجلون كاملة. مع انها هي المنحة كانت هي لعشر جمعيات داخل محافظة عجلون، 5 لنسائية و5 للرجال. كان كل واحد مختص في منطقته، بس انا يعني بدي اقول لك اعطيتها لكل محافظة عجلون، يعني شملت. انا ليش؟ انا بحب انا اشوف مين بحاجة. صحيح. جميل. اللي بحاجة انا لازم اعطيه. صحيح. ما جميل. اتخصص انه بس عجلون محفظتي لعجلون، لا، اعطيت اكثر من منطقة داخل عجلون. رائع جدا. والحمد لله كلها مشاريع قائمة، ومن المشاريع زارتهم جلالة الملكة. جميل جدا. رح نتحدث أكثر عن زيارة جلالة الملكة رانيا للجمعية ست نادية، بس ننتقل لست غادة رئيسة جمعية فاطمة الزهراء، نتحدث شوي عن هاي الجمعية وأهدافها. جمعية فاطمة الزهراء التعاونية تأسست عام 1990، هدفها خدمة المجتمع المحلي، وهدف أنه تشغيل سيدات المجتمع المحلي. فالجمعية اشتغلت على الحصاد المائي مع منظمة ميرسيكور، وعلى الطاقة، توفير الطاقة مع الشركة الكندية. والآن عملت على يعني بنعمل في مطبخ إنتاجي ذاتي داخل الجمعية. جميل جدا. يعني سؤال اليوم للست نادية، يعني يوم الأربعاء الماضي تشرفت بزيارة جلالة الملكة رانيا إلى الجمعية. جلالة الملكة رانيا، نتحدث عن هاي الزيارة، مين قابلت من الجمعيات اللي كانت موجودة؟ يعني أول إشي أنا بدي أقدم كل الشكر لجلالة الملكة رانيا على هذه الزيارة المميزة، هذه الزيارة الرائعة كانت، وتقريبا هي كانت مفاجأة. إحنا عم نشاهد هلأ بعض الصور اللي كانت من خلال زيارة جلالة الملكة. كانت مفاجأة إلنا، يعني إلا يعني قبل وقت صغير إنه عرفنا إنها جلالة الملكة كانت رح تزورنا. جميل. طبعا جلالة الملكة أولا كان في عنا 4 فعاليات داخل الجمعية، التقت بالهيئة الإدارية للجمعية. نعم. وحكوا لها عن مشاريع الجمعية وإيش بتشتغل الجمعية. بعدين انتقلت إلى السيدات اللي ماخذات من مؤسسة نهر الأردن مشاريع، وفي عنا كمان رواد اللي بيجوا. أنا عندي مطعم سياحي اسمه البيت الريفي للجمعية. جميل. وكمان التقت فيهم السيدات إنهم إيش رأيهم بهذا المطعم، إيش خلق للستات داخل عجلون هذا المطعم. نعم. والتقت بذوات المشاريع إنه كل واحدة إيش عندها مشروع، وإيش التحديات اللي ممكن تواجهها المرأة داخل عجلون.
بعدين اتجهت في عندي معرض للمنتجات البلدي الريفي للنساء داخل الجمعية. جميل. زارتهم كليات زارة المعرض. وفي كان عندي كمان تدريب، وطبعا هذا كان فريد من نوعه، لما شافوا عندي هذا التدريب كان كلياته عبارة عن انهم هم قاعدين جالسين على الارض وبيشتغلوا، مش التدريب اللي احنا بنعرفه النظري او التطبيقي. النظري او هذا هو كان تطبيق عملي، واسمه ريادة الاعمال الخضراء، هذا ممول من الخبرة الفرنسية. نعم. وانبسطت كثير كثير يعني بهذول الصبايا، كان عندي 20 صبية اخذوا هذا التدريب. جميل جدا. طب نحكي عن أهمية زيارة الملكة رانيا، يعني أكيد طبعا بعد هاي الزيارة صار في عندكم حافز أكتر، صار في عندكم حماس أكتر لتنتجوا أكتر، صحيح؟ بالضبط. هلأ يعني لما شافوا الستات جلالة الملكة إنها عم بتزور المشاريع وبتزور الستات، يعني صار فعلا كان في حافز أكثر إنها تنتج تطلع. جميل. تشتغل. صحيح. يعني فعلا انه كان كثير حافز، يعني حتى احنا ديش يعني معنويا احنا ديش اندفعنا معنويا على زيارتها. صحيح. صار في حافز اني كمان تعملي اكثر واكثر واكثر. نعم. والستات نفس الاشي كان عندهم حافز كثير، ولما تفاجئوا بجلالة الملكة يقول لك احنا لازم نشتغل، لازم نطلع، لازم اكيد. نعم. هلا انا سؤالي موجه للست غادة. ست غادة، انتم اليوم بالجمعية فاطمة الزهراء التعاونية، شو المنتجات اللي بتقدموها؟ احنا شايفين معنا اليوم في الاستوديو في منتجات تفتح النفس. انا شفت المقدوس خلاص. احنا بجوز خلينا نحكيها شوي، مع تسارع الحياه اشتقنا للفطور البلدي. صح. الفطور. صح. اللي شوي هيك بيرجعك للاصاله اللي احنا اليوم بحاجتها. فنتحدث اكثر عن المنتجات اللي ما إلها مثيل اللي موجوده معنا في الاستوديو. احنا حصلنا من مؤسسه نهر الاردن على تدريبات ومجدكم على مشروع المخللات عام 2019. نعم. فطبعا احنا مجموعه، هاي المجموعه 10 سيدات. جميل. بيشتغلوا مع بعض داخل الجمعيه، فاحنا يعني دائما شغلهم ما شاء الله، يعني شغل ما في، احنا الشغل الطبيعي ما. جميل. في اي اضافه اي مواد اللي مضيفه على المنتج، يعني زي كل ست كانها بتشتغل لبيتها، كانه يعني كانه ببيتها الست بتشتغل، وكمان يعني انت كانك ماكل شيء انت عامله ببيتك. جميل. فاحنا الحمد لله هذا المشروع مدعوم منهم وما زال لحد الان، يعني ولما شافت جلاله الملكه منتجنا كثير انبسطت، والحمد لله يعني واحنا تشرفنا وصرنا في لما زارتنا الزيارة في عجلون كنا احدى المشارك المنتج، يعني الانتاج المميز شاركنا معهم. جميل. في هاي فكان كل شيء الحمد لله، يعني شغلنا كويس ومنظم وسيدات مستفيدات، يعني هذا الشغل المنحة اللي حصلنا عليها من مؤسسة نهر الأردن هذا كمان عائد على سيدات المجتمع، يعني صحيح. إنهم يعني ساعدوا حالهم بيوتهم في هذا الشغل والانتاج. اليوم صحيح. انا بدي اسال سؤال لكم انتو سيدتين، قديش مهم نشوف في رعاية ملكية، انتو كسيدات رائدات صاحبات أعمال عم بتقدموا للمجتمع، يعني تقديمكم لا يقتصر فقط انه او انتو يقل قيمة عن تقديم الرجل للمجتمع، بالعكس انتو لبنة أساسية. سيد احنا بنعرف قديش هي إلها إسهامات أساسية بالذات في الآونة الأخيرة ومشاركتها في كافة مجالات الحياة. اليوم قديش مهم وإشي بيرفع من معنويات أي سيدة وأي شخص لما نشوف في عنا رعاية ملكية، في عنا تحافز. دعم. ملكي دعم موجود لمثل هيك إحنا. صحيح. إنتاجات لمثل هيك جمعيات عنا. بلش فيك طبعا سيدنا. يعني عن جد لما تحكي إنه رعاية ملكية يعني بدك تقول الكل بده يصير في عنده حافز. نعم. بده يكون في عنده يعني انتماء، بده يتحرك، لازم يتحرك. صحيح. لازم يشتغل، لازم يعمل، لأنه مش كل إشي الوظيفة. هسا أنت لأي حدا إذا ما عمل تعب على حاله واجتهد على حاله ما بيصير. صحيح. وهذا كان دافع وحافز للستات للشباب، حتى الشباب يعني كان لهم حافز إنه. صحيح. إنك اطلع أنت من هالقوقعة أنت اللي قاعد فيها وعمل مشروعك. جميل. اشتغل عليه وانتج. يعني صحيح. احنا ما راح نضل قاعدين ورا الوظيفه. صحيح. ما ضل الهواء. صحيح. دائما تركيزكم على السيدات طبعا وخصوصا السيدات الريفيات، ليه بتركزوا دائما على هاي الشريحه من المجتمع؟ انا بقول لك ليش بنركز، لانه بالرياف مش كل الستات بيطلعوا، مش كل الستات عندهم خلفيه، لذلك بنحاول احنا نطلع هاي السيده من
بيتها، نطلعها نعرفها ايش في حواليها، نوعيها في تدريبات احنا بنعملها حتى نوعي السيدات. يعني انا عندي اكثر من برنامج مثلا توعوي للسيدات. جميل جدا. عندي برامج توعويه، عندي محافظ اقراضيه غير محفظه مؤسسه نهر الاردن، كمان عندي محفظتين اقراضيات. جميل. لعمل مشاريع. لذلك انا لما بتجه لهاي المراه بالارياف انا بدي اخليها تنتمي لمجتمعها، بدي اخليها تتعرف ايش في حواليها، تصير جزء من هذا المجتمع، تصير جزء من هذا المجتمع وتعتمد على حالها. جميل. طيب اليوم احنا ست غاده ما بدك تورجينا على هاي الاشياء المنتجات اللي معك؟ بدناش نتفرج، بدنا ناكل. تسمح لي احنا يعني حاب احكي له شغله. خلال زياره جلاله الملكه كثير انه احنا انبسطنا وانه السيدات تشجعوا على العمل. في كان إن إحنا بصمة في عن طريق المؤسسة التعاونية الأردنية ووزارة الزراعة ومركز البحوث الوطنية، صار عنا في عمان مهرجان الزيتون. نعم. طبعا إحنا شاركنا فيه، فهذا كان للمجموعة أثر فائد، يعني كان تسويق منتجنا يعني كثير كويس. جميل. طب كيف كيفية الانضمام؟ أيست حابة تشارك في هاي الجمعية، حابة تأخذ تدريبات معينة وتشارك معكم، كيف ممكن تنضم؟ شوفي إحنا كونا جمعية خيرية يعني ما في رح يكون عوائق، يعني إحنا بناخذ الست من 18 سنة فما فوق. أي ست حابة تنتمي لهذه الجمعية ما في شروط معينة، ما في أي شروط، بس إنها تكون حسن السيرة والأخلاق. يعني أنا بهمني كثير إنها الست تكون واعية، تكون عندها حسن سيرة وأخلاق. جميل. أهم إشي، وما في أي مانع عندي أنا. وبعد زيارة جلالة الملكة يعني كثير صاروا بدهم يسجلوا عندي بالجمعية. صحيح. وأنا بقول لهم أهلا وسهلا فيك، وأنا بتشرف كل سيدة منتجة إنها تنضم إلى جمعيتي. وكوني كمان في عندي بيت ريفي كمان زي المنتجات اللي بتعرضهم ست غادة، كمان إحنا الفطور بلدي والمشروبات بلدية، لازم تزورونا عن جد ضروري، لأنه كلياته منتجات عجلونية. أنا داخل الاستراحة في كمان عندي اسمه نادي الحوار للسيدات، إحنا من خلال المنحة اللي أخذتها أنا للاستراحة أنا عملت جانب اسمه نادي الحوار للسيدات، وفي جانب عرض منتجات السيدات. جميل. يعني كمان احنا بنتابع شو عندها منتجات تعرضهم، لانه لما بيجي سائح او حدا ممكن يشوف منتجاتها يشتري. صحيح. منها. صحيح. كمان انت. نعم. بتساهمي بزياده دخل هاي الاسر. قديش احنا اليوم نحكي هاي الجمعيات وهاي الاعمال الرياديه، انا بدي اسميها، قديش بتساعد اول شيء في رفض المنطقه، خلينا نحكيها سياحيا. احنا بنعرف انه منطقه عجلون هي من المناطق اللي هي وجهه سياحيه صارت للجميع، صارت جدا مهمه بالذات بعد اللي شفنا فيها المناطق السياحيه الخلابه، التجهيزات اللي قاعده بتصير فيها. قديش هاي الجمعيات عم بتساعد كمان في رفضها سياحيا؟ صدق الجمعيات كثير كثير عم بتساعد، وخاصه هلا صار تقريبا حتى البيوت صار فيها زي مطاعم صغيره ويقدموا اطعمه. يعني هلا صار مهم جدا انه الجمعيه يكون في عندها كمان مشروع ومدر للدخل من هذا المنتجات البلدية، لأنه عجلون كلياتها منتجات بلدية. صحيح. إذا أنت ما اشتغلتي وجبتي وحضرتي ما بزبط هذا الإشي. لذلك كان مهم جدا أنه كل جمعية يكون عندها يا مطبخ إنتاجي يا بكون مقر صغير مثلا حتى أنت تكسبي هاي السياح اللي بتيجي. جميل. يعني أنا لما عملت هذا المطعم الصغير إن شاء الله يعني هو لسه بداية كان، بس مع زيارة جلالة الملكة أنا متأكد أنه رح يفتح لي آفاق كبيرة ورح أشتغل عليه. رائع. طب شو في بالقادم مخططات ست نادية وست غادة؟ إحنا إن شاء الله يعني ناويين أنه نطور عنا المطبخ الإنتاجي. نعم. والمجموعة هلأ اللي رح نورجيكم شغلهم رح نطورها كمان إن شاء الله. وإحنا إن شاء الله يعني مدام زارتنا جلالة الملكة إن شاء الله رح تدعمنا، وإحنا لأن ظروف الكورونا شوية أثرت علينا والحمد لله رب العالمين إن شاء الله. جميل. ست نادية، أنا هلأ يعني حابة كثير أضيف إنه يكون في عنا النادي إنه يكون على أكبر ويكون مجهز أكثر للستات حتى يلتقوا، حتى نعمل فيه تدريبات للسيدات للشباب. يعني إحنا جمعيتنا كمان تدعم الشباب تدعم الستات، مش بس إنه حلو الفتيات والستات كلياتها بتدعم. أنا حابة إنه يكون في كمان نادي وفي مقرات إنه كمان للمنتجات. نعم. حتى أطور من استراحتي أو مطعمي
وكمان المحافظ الإقراضية كان بزيد عندي. أنا لما أقول لك ثلاث محافظ إقراضية، أنا بعمل حوالي 55 قرض بعطيه لأسر منتجة. جميل. يعني أنا بساعد في كمان دخل الأسرة ودخل الناس اللي عطلة عن العمل. جميل جدا. جدا. الله يقويكم. ست غادة، إحنا بنشوف هلأ على الشاشة عم تطلع عنا صور، عم نشوف هلأ إحنا عنا مقدوس، في عنا مخللات، في عنا كبيس اللي هو الزيتون والجزر. نعم. تحكي لنا عنهم أكثر هاي المنتجات. هذه المنتجات هي طبعا احنا عجلون، بتعرف عجلون بلد الزيت والزيتون. نعم. فاحنا يعني بنشتغل هاي المجموعه، احنا عملنا الزيت الزيتون بنعمله على الطريقه اللي عندنا يعني البلديه. نعم. والمكبوس الجزر نفس الشيء، كله احنا بنعمله على طريق يعني طرق صحيه سليمه واكل صحي سليم. فكل هذا احنا بنشتغله السيدات داخل الجمعيه، يعني تحت اشراف الجمعيه. يعني اي شيء بنقوم فيه عمل هذول المجموعه داخل الجمعيه. في عندنا كمان قراص العيد، هذا احنا يعني عجلون كثير مشهورين فيه، والكل يعني بيشهد لنا في شغلنا نظيف ومرتب وزاكي، والحمد لله رب العالمين. يعني احنا مجموعتنا كويسه وشغلنا، احنا بنحب انه نعطي الاشي الصحي والنظيف اللي ما ندخل عليه اي مواد حافظه، يعني يكون كله من داخل عجلون من بيئتنا. يعني وجبه الزياره لعجلون بتشرفونا. اهلا وسهلا عليكم، احب افتخر دائما بوجود مساري هديه زيكم. حابين احنا تيجي عندنا تصوروا داخل الطبيعه، يعني خلال مثلا احنا نشتغل احنا اشي هيك بتشرفونا باي وقت. اكيد احنا بنتشرف فيكم جميعا. اكيد يعني فخورين دائما فيكم. يعني حتى جلاله الملكه فاتت عندنا على المطبخ، والستات بيشتغلوا، كان بيعملوا كبة وبيعملوا فطاير وبيعملوا كثير. انبسطت انه في شغل وفي انتاج. احنا دائما نكون فخورين بالسيدة الأردنية، هي السيدة الأردنية دائما مثلت نفسها عربيا وعالميا. نعم. وايضا محليا، واثبتت انه هي دائما اهل، هي دائما السند، وهي دائما اللي احنا بنقدر نحكي نعول عليها دائما، زي احنا ما بنعول على الرجل نعول على السيدة. أكيد. صحيح. فكل الشكر لكم، سعيدين جدا بتواجدكم معنا لليوم، وان شاء الله نتمنى لكم المزيد من التألق والنجاح، وان شاء الله هاي المشاريع مش بس بتبصر النور بس في فقط في في عجلون، بل في الاردن كامل. صحيح. بجميع المحافظات. اهلا وسهلا فيكم، نورتونا. يعطيكم الف عافيه. شكرا. يعني حاب اشكر جلاله الملك وجلاله الملكه، ولكم انتم الشكر كمان اللي اتاحوا لنا الفرصه ان نطلع على محطتكم وتعملوا معنا هذا اللقاء. وشكرا لكم كثير، نورتونا. يعطيكم الف عافيه. مؤسسه بحر الاردن اللي كمان سمح انه نسقوا لنا هذا الشيء. شكرا لكم. اكيد. اهلا وسهلا فيك ستي. مشاهدينا احنا هلا احنا نطلع فاصل.